صعب، كتير صعب يلي عم نمرق فيه. أزمة بنزين، خبز، مصاري، دولار، وانهيار لبناني، كهرباء، انفجار، جروح مفتحة وخوف كل الوقت. أهلنا وأصحابنا عم بيهاجروا ونحن يا مقهورين على الفراق، يا جاي دورنا أو عم نتمنى يجي دورنا. دايما بيسألوني وين لارا؟ كيف لارا؟ اشتقنا لها. بهيك أيام نحن بحاجة لدينة تسمعنا، دينا نحكي لها شو صاير معنا ونعبر عن مشاعرنا، نحس إننا مش لحالنا. قالوا خط الحياة، كيف يساعدكم؟ إذا شي مرة بحاجة تحكوا حدا عن شو حاسين، نحن موجودين 21 ساعة باليوم. اتصلوا بخط الحياة على 1564 لأنه الحكي بيطول العمر. لأنه الحكي بيطول العمر، خط الحياة، الخط الوطني الساخن 1564 بخدمتكم صار 21 ساعة لتتواصلوا مع ناس مدربين يسمعوكم وتقدروا تفضفضولهم عن مشاكلكم، خاصة المشاكل النفسية والضغوطات النفسية اللي عم تقطعوا فيها. لنحكي عن حملة الحكي بيطول العمر، بينضم لإلي مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية دكتور ربيع شماعي، وبتنضم لإلي أيضا المديرة الإدارية للتواصل بجمعية إمبريس هبة دندشلي. أهلا وسهلا فيكم وشكرا وصباح الخير. صباح الخير ميلاد. قبل ما أسأل هبة، هل 21 ساعة كيف عم يقطعوا على هالشباب والصبايا، وقديه عم بيكون التفاعل الناس كبير مع هالخدمة يلي أنا برأيي هي بغاية الأهمية؟ بدي أسألك دكتور شماعي، علميا الحكي بيطول العمر؟ قبل ما أجيب على سؤالك ميلاد، بس اسمح لي وجه تحية كتير كبيرة لكل العاملين بإمبريس، وخاصة للمتطوعين والمتطوعات على الخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوعي من الانتحار، خط الحياة يلي بتشغله جمعية إمبريس بالشراكة مع البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة. بالحقيقة لو ما منهم ما بتخيل أنه نحن كنا قادرين نكون هالقد على السمع، بخيل هبة بتوافقني كمان، وهالقد قادرين رح أقول حتى بمحلات معينة ننقذ بعض الأشخاص يلي وصلوا لمحل كثير صعب. الحكي إيه بيطول العمر. لما أكون أنا بوضع كتير متضايق، حاسس الدنيا مسكرة بوجهي، حاسس أنه ما بقى في عندي أي حلول، بكفي يكون في حدا عارف كيف يسمع لي، عارف يساعدني بمحل معين اتخطى اللحظة اللي أنا فيها، لأعرف أنه هاللحظة بشديتها وبوجعها هي لحظة، ولما تقطع رح أقدر ارجع انا احرك مواردي، ورح يقدر يوصلني بموارد ثانيه لحتى نقول انه الحكي بيطول العمر. الخطوط الساخنه بكل العالم برهنت عن فعاليتها بالوقايه من الانتحار، ونحن بلبنان بتخيل الخط الوطني الساخن وخط الحياه كمان اثبت فعاليته، واثبت كمان الحاجه له من خلال عدد الاتصالات يلي من سنه لسنه عم بيزيد كثير. وهلا هبه بخبرنا شوي اكثر عن الموضوع. أكيد يعني هبة، هاللحظة اللي تحدث عنها دكتور شماعي هي لحظة حياة، يعني لحظة واحد بيكون شايف الدنيا مسكرة بوجهه باتصال كتير صغير ممكن يرجع للحياة. وأكيد أنت عندك كتير مشاهدات مع 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 كل فريق العمل، وعندك كتير من تنقلي لنا خبرات بهاللحظات. كم لحظة من هاللحظات عن جد تحولت من لحظة ممكن كانت تكون سودة للحظة حياة؟ تفضلي هبة. أنا أول شيء بشكرك على استضافتك لنا، وخليني بلش بأنه أقول نحن بهيدي الحملة ركزنا على السلوغن تبعنا اللي هو الحكي بيطول العمر، بس انطلقنا من محل أنه هالمتطوعين اليوم متطوعات عم بعيشوا كمان مثلنا مثلهم هالأوجاع اللي عم نقطع فيها كلنا سوا. شغفهم هن بالحياة وحبهم أنه غيرهم يكون مرتاح أكتر هو اللي عم بخليهم يعني أمنوا هالمساحة الأمان للعالم، والناس تقدر تحكي وتحس أنه في مين يسمع لها. لأن كلنا مرقنا بمراحل بحياتنا حسينا أنه يمكن نحن لحالنا، يمكن ما عندنا حدا يقدر يكون بس يعطينا برسبكتيف، يعطينا وجهة نظر مختلفة، يعطينا محل أمل صغير نحن يمكن ما قادرين نشوفه. شغفهم هن بالحياة وشغفهم برسالتهم، رسالة خط الحياة،
هو اللي بيخلي هالخدمة تكون هالقد فعالة. وعن جد أنا بنحني قدام الديديكيشن تبعيتهم أكيد. ونحن منشاهدهم من برا يعني ومنتابع عملهم يعني كاسم تواصل. اسم خط الحياة ومتطوعينه من أهم الأقسام بإمبريس هيدا بالإضافة للخدمات الثانية. وإلهم دور كبير بهيدا اللحظة اللي عم تحكي عنها، لأنه العديد من الاتصالات بيكون الأشخاص اللي عم يتصلوا واصلين لمرحلة اليأس الكامل، ومنسميهم imminent risk callers لأنه بيكونوا بهيدا اللحظة حاسين أنه حياتهم ما بقى إلى قيمة، أنه هن لازم ينهوا. وهذا الشيء ما منقول عنه أبداً أنه هو شيء عيب، وهيدا الاستيغما اللي نحن كل على وقت كل هالسنين عم نشتغل على كسرة. كلنا منقطع بمراحل صعبة بطرق متفاوتة وبدنا حدا نحكي له، وجود مهم لأنه هن بيأمنوا هيدي المساحة للواحد يعبر عن مشاعره ويعبر عن أفكاره. نعم دكتور شماعي، خليني ببقى بهيدي اللحظة، لأنه اليوم كل اللي عبالي أعمله أني شجع الناس اللي هلأ عم بيتابعونا عم بيشوفوا الخط الوطني الساخن 1564 صار بخدمتكم 21 ساعة، يعني بعد 3 ساعات بس بيرتاحوا هالشباب والصبايا، وإن شاء الله قريبا بصير 24 على 24. دكتور شماعي خليني أحكي عن يعني فأشرح أكثر شوي الأهمية النفسية. تحدثت هبة عن أنه عندنا استيغما، ما بدي يمكن ما بعرف إذا رح أقدر أخذ مساعدة ولا لا، يا ريت بتشرح لنا الأهمية النفسية اتخاذ القرار بالاتصال، واكيد بنعرف انه هو كله سري وما حدا عم يعرف، حتى يمكن ما بينذكر الاسامي، في يعني في نوع من الادبيات للتعاطي مع هالناس ولحمايه وجعهم وبنفس الوقت حمايه سريتهم. يعني بدي اياك تشجع اليوم الناس على هال 1564، لانه مثل ما قالت هبه كلنا بدنا نتصل، يعني كلنا بلحظه من اللحظات بدنا مثل ما بيقول الاعلان ديني تسمعنا حدا فشله خلقنا. بركي أنا رح أتوقف شوي على السياق العام يلي بتخيل الفيديو اللي نعمل كمان بيوضحه كتير مهم. اللي نحن عم نقوله أنه لبنان عم يقطع بأزمات كتيرة، وعم نقول أنه حل هالأزمات هو ضروري لصحة نفسية جيدة، بس بنفس الوقت ما فينا نحن بس نقعد ونتحمل كل الوجع لحالنا ناطرين هالأزمات تنحل. أكيد الأزمات لازم تنحل، أكيد حلول جذرية على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الأمني لازم ينلقوا، ولكن بنفس الحالة كثير منعرف كثير منيح أنه لما الضغوطات الاجتماعية تكون كثير قوية هذا الشيء بيأثر سلباً على صحتنا النفسية، بيزيد علينا خطر الاكتئاب، بيزيد علينا خطر التوتر العالي، ممكن بلحظات معينة يسكر الدنيا بوجهنا وحتى نفكر أنه هالحياة ما بقى تستاهل ويمكن خلص خلينا ننهي حياتنا. ولكن كل الدراسات أثبتت بما فيها دراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أنه بهاللحظة إذا أنا عندي وصول، إذا عندي وصول لحدا بوثق فيه أحكي معه، ما ضروري عم بحكي بس خط الحياة، يمكن أحكي مع حدا عندي بالبيت، مع جاري، مع صديق أو صديقة لإلي. بس في أشخاص يمكن بسبب الوصمة الموجودة بالبلد ما بحسوا حالهم قادرين يحكوا مع عالم ومرتاحين. اللي نحن أنه في رزمة من الخدمات الكتير واسعة اللي البرنامج الوطني عم يشتغل مع شركائه على تقديمها بالبلد، ومن هالخدمات المهمة خدمة محورية وأساسية للاستجابة الطارئة، وقريبا مثل ما قلت 24 على 24، هو خط الحياة. فيهم يتصلوا ما يقولوا اسمهم، إذا ما معهم حتى كريدت يتصلوا فيهم يعملوا ميست كول، فيهم يدقوا ويسكروا حدا من الخط الوطني للدعم النفسي والوقاية من الانتحار بيتصل فيهم وبيحكيهم، ما مضطرين يعطوا اسمه. هول المتطوعين والمتطوعات تلقوا تدريب من قبل اختصاصيين مجازين بالصحة النفسية، وهن تحت إشراف دائم، يعني ما هن بس أشخاص متطوعين إجوا وحسوا أنه أنا بحاجة أنا عبالي اتطوع وعطيناهم التليفون، هن تحت تدريب وتحت إشراف طويل. ولما أنا أتصل بخط الحياة في أتصل لأنه متضايق أو موتر، يمكن عندي بانيك أتاك، يمكن
ما ضروري يكون وصلت لمرحلة انه صار عندي فكرة انتحارية. نعم. بيقدروا يساعدوني اعمل نوع من إعادة قراءة لوضعي، اقدر استعمل الموارد اللي عندي، وبيقدروا بنفس الوقت يوجهوني لخدمات بالصحة النفسية موجودة على الأراضي اللبنانية قريبة مني، واللي هي أكيد مجانية أو شبه مجانية. نعم. وفي حال في حاجة أكثر، في حالياً مسحة من عمل لجميع الخدمات الموجودة حتى اللي ممكن بمحل معين يتم وصل الشخص فيها، ولكن بتبقى الخدمة الأساسية هي خدمة نفسية، لأنه كتير مهم كمان أن احنا نكون الإطار واضح يلي لعملنا واللي قادرين نساعد. لا. خط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية الانتحار هو لكل الأشخاص الموجودين بلبنان بغض النظر عن جنسهم، عن عمرهم، عن جنسيتهم. فيهم يتصلوا، وإذا ما فيهم يتصلوا فيهم يعملوا ميست كول، ونحن على السماع. هلا 21 على 24، بس قريبا بعد كم شهر حنصير 24 على 24 ان شاء الله. هبان قولي لنا شوي اذا بدك هيك قصص هالخط الساخن، قولي لنا شوي قصص نجاح. تحدث دكتور ربيع، يعني ما تنسى كمان الوقايه من الانتحار، يعني بهمني كمان هيك تنقلي لنا، لانه انتم على الارض مع هالشباب مع المتطوعين، قصص من هالخط الساخن، هالاتصالات، يمكن ربما فيها وجع من مال بس فيها كمان امل من مال ثاني. يعني على قد ما عبالي انا هيك انقل لك القصص بتفاصيلها او بالاشياء اللي بيعيشوها هالمتطوعين، انا بجرب قد ما فيي خلي القصص يعني انونيمس وخلي سريه. اكيد سريه الموضوع، بس بقدر اقول لك انه اكثريه الناس اليوم عم اول شيء صار عندنا زياده بكميه بعدد الاتصالات، وهذه الزياده عم تبين شهر بعد شهر، والعدد كبير من الاتصالات عم يوصل لعنا. مثلا نحن تلقينا تقريبا 1015 اتصال بشهر ابريل لنقول. نعم. 460 من هود الاتصالات هن ناس اليوم عم يبحثوا عن حتى عن خدمات صحه نفسيه، ما عم يعرفوا وين يلاقوهم. يعني في طلب وفي حاجه كبيره للناس انها تحكي او انها تلاقي المساعده، وهذا شيء ما شهدناه قبل بلبنان عن جديد من وقتها حتى جائحه كورونا، وقبلها شوي كمان لما بلشت الاوضاع الاقتصاديه تدهور اكثر. مثل ما قال دكتور ربيع، نحن ما عم نقول انه الحكي بس هو الحل، الحل بيجي بالريفورمز والاصلاحات يلي من جذورها بتقبع المشكله. مصبوع. بس الحكي بيساعد كثير. فزادت عنا اعداد هالاتصالات، والناس صارت واعيه اكثر لاهميه الصحه النفسيه. لا. والمتطوعين قادرين يساعدوا بطريقه فعاله اكثر، لانه في تجاوب من المتصلين وفي طلب على هيدا الدعم النفسي. نعم. وفي قصص كثير نحن بتوصلنا في اتصالات بتجي اخر الليل واحيانا بالنهار، بيكونوا هالناس واصلين لهيدا اللحظه المفصليه، وبيضطر انه يصير في تدخل من كذا جهه تنقدر نحن ننقذ هذا الشخص من انه ينهي حياته. وهذا اكيد نحن نعرف انه بشكل ضغط كبير على الفريق العمل تبع خط الحياه، ولهيك نحن كمان نوجه لهم شكر كثير كبير. أكيد. اكيد يعني هبة ودكتور ربيع، انا بدي اشكركم باسم اللبنانيه على هالفرصه، خليني اقول فرصه هالحياه، ولكل حدا بهالثانيه بالذات عم يشعر انه في تعب نفسي ما عم يقدر يقوله لحدا، خط الحياه 1564 بخدمتك وبخدمتك لحتى تتصلوا، ومثل ما شفتوا هالرعايه الهيك المتكامله بالسريه وبهالمحبه اللي عم بيقدموها فريق العمل من المتطوعين يلي بنوجه لهم تحيه، كفيله بانه تعيد او تغير خليني اقول هالنظره التعبانه من الحياة إلى نظرة أكثر تفاؤل وأكثر هيك بناءة أكثر. بشكركم كثير دكتور ربيع شماعي مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية، وأيضا بشكرك هبة المديرة الإدارية للتواصل بجمعية أمبريس على خط الحياة، الخط الوطني الساخن. شكرا كثير لكم.